الرحيم، إن شاء الله النهاردة بقى هنبدأ نتكلم عن موضوع جديد، وهو قصة الجوب مانجمنت اند مونيتورينج. الموضوع ده طبعا بيتكلم عن بقى قصة ازاي ان انا ببدأ امانج التاسك اللي انا كونتها دي، او الجوب اللي انا كريتها دي، سواء كانت الجوب ديت باك اب او ريستور. ففي من ضمن المواضيع اللي بيتكلم عنها انه ازاي ان انا ببدأ اعمل المونيتورينج اند المانجمنت اوف الجوبز. بيديني كده مقدمة عن الجوب مونيتور والجوب هيستوري، وازاي ان انا اقدر اشوف الجوب لوجز والحاجات اللي عندي دي، وازاي ان انا عندي الايرور هاندلنج ازاي ان انا بتعامل معاها، وايه الرولز اللي انا بستخدمها عشان اعمل قصة الهاندلنج دي. بعدين بيتكلم بقى عن شوية جوب ستيتس موجودة جوه الباك اب اكزيك، وبعد كده بيتكلم عن السيتنج جوب ستيتس اند الريكفري اوبشن، اللي هي بتبقى يعني شويه رولز كده هو بيقوم كريتها ونبدا نشوفها مع بعض. الاول بيبدا يقول لي ان ازاي ان انا ببدا اقدر اشوف اعمل مونيتورنج اند مانج للجوب. بيقول لي الجوب مونيتورنج، هتلاقي انا عندي هنا في حاجه اسمها الجوب مونيتور. بيقول لي ان انا دي المكان اللي انا بقدر اشوف منه الجوبس اللي عندي، وهقدر اتعامل معاها. عندي المكان التاني هو ان انا الباك اب اند ريستور، من ده مكان برضو بقدر اشوف ايه الجوبس اللي شغاله وابدا اتعامل معاها هنا، بس على مستوى السيرفرات بقى. هنا هو بيجيب لي كل الجوبس اللي انا بقدر اتعامل معاها، وهنا دي طبعا الجوب مونيتور اللي فيها الجوب مونيتور او المونيتور الجوبس اللي برضو بقدر اشوفها او اتعامل معاها. وعندي الحاجة الثالثة اللي هي الستورج، اللي هي الستورج اللي هي برضو بقدر اشوف فيها ايه الجوبس اللي متكريتها على الستورج دي. يبقى دي الثلاث اماكن اللي انا بقدر اشوف منهم الجوب بتاعتي. طيب بيقول لي الاماكن دي يعني عشان اقدر اتعامل بقى معاها. عندي اول حاجة وده اهم مكان هو الجوب مونيتور. الجوب مونيتور بيقول لي ان هو بيديني سنجل لوكيشن تو مونيتور اند مانج اول يور باك اب ريستور انستوليشن اند ستورج اوبريشن جوبس. يعني هي ده المكان اللي بيديني، مكان وحيد بيديني كل الامكانيه ان انا اقدر اتعامل مع الجوبس دي، سواء ان انا هكريتها او هايديت فيها او هعمل فيها اي حاجه. المكان التاني اللي هو الباك اب اند ريستور. هنا بيقول لي ان انا بقدر اشوف كل الباك ابس اند ريستور جوبس اللي انا بعمل لها سكادول، او الاكتف اللي انا برنها على سيرفر معين. يبقى دي بتشتغل على اساس السيرفر، انه بيقدر يشوف لي ايه السيرفر، ايه الجوبس اللي شغال عليه، وايه الحاجات اللي انا اشتغلت عليها. عندي المكان الثالث اللي هو الاستورج، وهنا ده بيبدا يقول لي شويه تفاصيل اكتر عن الديسك اللي انا شغال عليه ده، او الاستورج اللي انا شغال عليها، وايه الجوبس اللي اترنف عليه، وايه الحاجات اللي خد منها باقه. عندي برضو في التيبل الاخيره اللي هي الريبورت دي، بقدر برضو ان انا اشوف منها الاستورج، او اشوف منها الجوبس دي ايه هو الابكامينج، ايه الحاجات الكومبليتد، ايه الحاجات الكاستم، يعني ايه الجوبس اهيت. بيبدا يجيب لي ريبورت كده عن الجوب. طبعا قصه ريبورت لسه هنشوفها بعد كده. هنا بقى بعد كده بيتكلم عن قصه الجوب مانجمنت. بيقول لي ان الباك اب اكزيت بينكلود ميني فيتشرز ذات انيبل يو تو مانج الباك اب جوبس والريستور جوبس اند الستورج اوبريشن. بيقول لي ان انا عندي الباك اب اكزيت بيقدر يعمل لي شويه حاجات كده، او شويه اوبشنز على الباك اب جوبس او الريستور جوبس او المانج او الستورج. زي ان انا اقدر اديليت، اديت، اكنسل، اتشينج البريوريتي، ارن سكادول معين، اعمل هولد، ارن تيست، الحاجات دي كلها. فدي كل من ضمن يعني الاوبشنز او الفيتشرز اللي انا بقدر اعملها على الجوبس دي. طيب نيجي بعد كده اللي بيتكلم عن قصه الجوب مونيتور. الجوب مونيتور بيبدا يقول لي ان هو ده المكان الوحيد او المكان المهم جدا اللي انا بقدر اتعامل فيه مع الجوبس اللي انا كريتها دي، سواء كانت باك اب او ريستور او اوبريشن بعملها على الستورج. عندي بيقول لي الجوب مونيتور دي بتتقسم لحاجتين.
الجوب بين اند الجوب هيستوري. بيقول لي ان الجوب بين دي بتديني ديتيلز اوف اول يور اكتيف جوبز. يعني معناها ان هي بتديني الحاجات اللي هي الاكتيف دي الجوبس اللي هي يعني اهو احنا لما نيجي نشوف اهو ادي الجزء ده اللي هو الجوب الجوب بين وعندي حاجه اسمها الجوب هيستوري. الهيستوري الجوب بين دي بيقول لي بيجيب لي ديتيلز عن الجوب اللي هي الاكتيف اللي هي اكتيف في الوقت الحالي. لكن الجوب هيستوري ده اللي هو بيديني كل الجوبس اللي انا رميتها قبل كده وايه اللي شغال منها وايه اللي فيل وايه اللي سكسسفول والحاجات دي كلها. فده اللي هو الجزء الاهم في الجوب موديل. وطبعا بيقول لي برضو ان انا اقدر اعمل من هنا قصه الايديت الكانسل الديليت الران ناو الهولد التست الديليت للجوب ديت اهندل الايرورز افيريفاي الداتا اللي طبعا عندي دي. فدي كلها من ضمن الحاجات اللي انا بيقول لي اقدر استخدمها في الجوب موديل. طيب بيبقى بيتكلم عن قصه مهمه جدا اللي هي قصه الجوب اكتيفيتي ديتيلز فور اكتيف جوبز. بيقول لي ان انا عشان اشوف التفاصيل بقى بتاعه الاكتيف جوبز دي او الجوب اللي هي اكتيف دي بيبدا يقول لي ان انا هاجي هنا في الجوب مونيتور هاجي في الجزء اللي هو في الجوب مونيتور هقدر ادبل كليك كده على الجوب الموجوده هيبدا يديني كل الاكتيفيتيز او كل الحاجات بتاعت اي حاجه اسمها الجوب اكتيفيتي بيديني كل التفاصيل بتاعت الجوب دي او ان انا اجي عليها رايت كليك واقول له فيو الجوب اكتيفيتي. فيو الجوب اكتيفيتي هي نفس القصه ان انا اقدر اشوف كل التفاصيل بتاعه الجوب اللي هي بترن حاليا. طبعا هي الجوب دي كانت واقفه تقريبا لان هو كانت يعني كنت انا برنها على سيرفر والسيرفر ده اوريدي اصلا مقفول فهي طبعا بتبقى شغاله. طيب بيقول لي طيب عشان اجي اعمل كانسليشن لاكتيف جوب لو انا عندي جوب زي دي اكتيف اهيت المفروض عشان اعمل لها كانسليشن بيقول لي يو كان كانسل الجوب ذات از ان بروجريس. تقدر تكنسل الجوب وهي في البروجريس. If the job is scheduled, it's run again at the next time. يعني ان انا اقدر اكنسل الجوب اللي هي بترن في الوقت الحالي. لكن لو انا عندي جوب معمول لها سكادول لو انا كنسلتها في الوقت الحالي كده كده هتيجي في السكادول بتاعها وبرده وتعمل الران بتاعها عادي زي اي جوب انا عاملها. طيب بيقول لي عشان اقدر اعمل قصه الكنسليشن دي هو ان انا برضو بنفس الطريقه ممكن اجي كده على الجوب الاكتف وابدا اقول له كنسل او اني عندي من التول اللي فوق دي اقول له كنسل. هيبدا طبعا يقول لي انت متاكد ان انت محتاج تكنسل دي هقول له يس. يعني مثلا على سبيل التجربه كده انا كنسلت جوب معينه وممكن اقول له كنسل برضو من هنا. فطبعا قصه الكنسليشن يعني قصه الكنسليشن بتاعه الجوب دي بتبقى قصه طويله شويه. بيقول لي انه يعني عشان اعمل قصه الكنسليشن دي بتاخد شويه وقت. يعني هي بتاخد شويه وقت اهو انا دلوقتي كنسلتها بس بيقول لي انها سكادولد معناها انها هترن برضه في وقت معين. يعني هتيجي في وقت معين والجوب دي تترن عادي مفيش اي مشكله. بيقول لي اتس ميك سيفرال مينتس فور جوب تو كانسل وايل باك اب اكزيت بروسيس ذا كانسليشن اوف جوب ذا كانسليشن بيننج ستاتس ابيرد ان ذا جوب ستاتس. معناها انه بيقول لي ان عمليه الكانسليشن دي طبعا بتاخد وقت خاصه لو كانت الجوب ديت شغاله. طيب عندي حاجه اسمها هولدنج الجوب. ايه قصه هولد الجوب دي؟ بيقول لي الاكتيف اند السكادول جوبز كان بي بليسد اون هولد. معناها ان انا بحطها في وضع انتظار مثلا او بوقفها اعمل لها بوزنج. When you place an active job on hold, the job continues to run until it's complete. معناها ان الجوب دي بتستمر في الشغل لحد ما تنتهي. However, the next schedule occurred of the job placed on hold. When you place a job on hold, the status of the job status quo change to on hold. معناها ان هي بيجي على الجوب دي بتبقى الحاله بتاعتها ان انا بقول له hold الجوب دي معناها انها بعطلها مؤقتا عشان ان انا اقدر اشتغل عليها بعد كده. اهو ان انا برضو باجي هنا ان انا رايت كليك على الجوب دي وابدا اقول له hold. هو بيقول لي هنا هو اوريدي متعلم عليها انها hold اقدر اقول له لا شيل من عليها الهولد وبالتالي هترجع تشتغل عادي في السكادول بتاعها.
ودي الريموفنج يعني دي عشان انا عندي الجوب اهي، اقدر اقول له يا اما بتهولد الجوب دي كده هي هولد. لو جيت هنا قلت له هنا اهي هي هولد، لو جيت شلت التشيك بوكس ده خلاص بقت ان هولد، حتى بيجي عليها العلامه اهوت اللي هي في الجوب ستيتس انها هولد. لما بقول له هولد كده، لو جيت بصيت هنا كمان شويه كده اهي بقت هولد كده. اجي بعد كده اقدر اشيل من عليها الهولد، هترجع عادي زي ما كانت في الاسكادول الطبيعي بتاعها. طيب بعد كده بيبدا يقول لي في عندي حاجه اسمها الجوب كيو، بيقول لي you can place the entire job queue on hold to make change to your environment. The server is supposed to place the job queue on hold. معناها ان انا عندي مجموعه من الجوبس المفروض انها في كيو معين او في ترتيب معين. انا مثلا عايز اعمل هولد للكيو دي، يعني عاوز اوقف قصه الهولد دي او عاوز اعمل هولدنج للجوب اللي واقف في الكيو دي. بيقول لي when the job queue is on hold only active job continue to run until you choose a cancel them. معناها ان انا لو عندي كيو اكتر من جوب شغاله في نفس الوقت، وانا جيت عملت او يعني موجوده عندي وانا جيت عملت هولد للجوبس دي، بيقول لي ان الباقه او الجوب اللي هي شغاله دي بتفضل شغاله لحد ما بتخلص تبقى كومبليتد، وبعد كده بتدخل في الهولدنج ستيتس يعني. طيب عندي برضو بيتكلم عن قصة قصة الهولد كيو. طبعا احنا مش عندنا يعني مفيش عندنا كيو احنا عاملينها يعني، مش هنعرف نشوف القصة دي، بس هي نفس القصة بتاعت الهولدنج العادي يعني. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها طبعا ان انا ازاي بحط الهولد وازاي بريموف برضو بنفس الطريقه اللي احنا شفناها قبل كده. طيب running schedule job immediately معناها ايه؟ معناها ان انا عندي جوب انا بعمل لها schedule معين بس عايز ارنها في الوقت الحالي. باجي المفروض ان انا برضو باجي هنا عندي في الجوب مونيتور، وبقدر اجي على الجوب دي وابدا اقول له run now. run now دي معناها ان انا بقول له رن لي الجوب دي حالا، يعني برنها في الوقت الحالي بغض النظر عن السكادول اللي هي معموله فيه، يعني بغض النظر انها كده كده ده مش هياثر على السكادول اللي هي محطوطه فيه، كده كده بيرنها برده في نفس السكادول بتاعها. طيب عندي حاجه ثانيه اسمها changing البريوريتي فور سكادول جوب، عاوز اغير البريوريتي بتاعت الجوب دي. ايه قصه البريوريتي بقى؟ البريوريتي بيقول لي determine the order that the job run، يعني الترتيب بتاع الرننج بتاعت الجوب دي. معناها بيقول لي لو انا عندي اتنين جوب معمول لهم سكادول ان هم يرنوا ات ذا سيم تايم، ذا بريورتي يو سي ديترمايند ويتش جوب ران فيرست. معناها ان انا لو عندي اتنين جوب معمول لهم سكادول والسكادول ده ان هم هيترنوا في نفس الوقت، فانا ببدا ادي بريورتي، البريورتي الاعلى هي دي اللي بتترن الاول. بيقول لي البريوريتي از تشينجد فور اول اوكرنس اوف ذا سكادول جوب، معناها ان هي بتبقى البريوريتي دي ماشيه معاها في كل الدورات اللي هي بتعملها او كل السكادولز اللي هي شغاله عليها. انا عندي الديفولت ان هو بتبقى عندي البريوريتي بتاعت البروسيس كلها او الجوبس كلها بتبقى ميديوم. طيب عندي حاجه ثانيه بيقول لي لو انا عندي يعني انا بستخدم قصه البريوريتي دي، طبعا بيقول لي لو انا عندي عشان اقدر استفيد بالليمت بتاع الاستورج اللي عندي، بحيث ان انا لو عندي ليمت في الاستورج فطبعا يبقى لازم في اولويات، ان انا عندي لازم حاجه تترن قبل حاجه، او حاجه لو ما خدتهاش يعني مش مهم شويه عن حاجه ثانيه زي مثلا الباك اب بتاع الميل الحاجات دي كلها. فطبعا بيقول لي انه انا بستخدم قصه البريوريتي اصلا عشان القصه دي كلها. عندي بيقول لي لو انا عندي اكتر من جوب بيرنوا بس في waiting for storage device to become available then the backup exit determine which job to run first. بيبدا يقول لي لو انا عندي storage انا ببدا اجهزها،
الاستورج دي او في عندي جوب المفروض هترن على ستورج معين، الاستورج دي مستنيه انها تبقى افيلابل او تبقى متاحه. فبيقول لي ان الباك اب اكزيك بيبدا يرن الجوبس على حسب البريوريتيز بتاعتها، وفي عندي اكتر من بريوريتي موجوده عندنا للجوبس دي. عندي الهايتست، الهاي، الميديوم، اللو، اللوست، ودي طبعا على حسب ترتيب كل جوب انا بديها بريوريتي عامله ازاي، وبقدر ان انا اغير فيه البريوريتي بتاع الجوب دي. هنا برضو ان انا بقدر اجيبها من الجوب مونيتور، اجي على الجوب وابدا اقول له تشينج البريوريتي، او ان انا هاجي هنا على في الباك اب اند الريستور، واجي هنا على مثلا سيرفر زي ده، واجي في اي جوب انا عايزها وبرده ابدا اقول له تشينج البريوريتي وابدا اديله البريوريتي اللي انا عايزها. طيب لو انا عندي عاوز اعمل ديليتنج للسكادول جوب، ديليتنج السكادول جوب دي معناها انها بتريموف اول سكادول اوكرنس اوف ذا جوب. تو ديليت اونلي ذا اوكرنس اوف ذا جوب scheduled job on a specific date you can edit the schedule to remove the date. معناها ان انا بقدر اشيل، لو انا عندي جوب انا عاملها سكادول انها ترن في وقت معين، فلو انا عملت ديليت للسكادول ده معناها ان هي يعني هتترن، او لو انا عايز اديليت تاريخ معين او وقت معين، او اعمل اكسكلوجن لديت معين او لتاريخ معين، فاقدر ان انا اقدر اديت في الجوب دي، واقدر اعدل فيها كل الاوبشنز اللي احنا كنا طبعا شغالين عليها قبل كده اهي في الاديت في الجوبس. ان انا هقدر اقول له في السكادول بتاعها انت هترنها لي امتى، او واقدر احدد له الوقت المعين اللي هي هتبدا ترن فيه. طيب بيقول لي If the backup definition include more than one type of job. لو انا عندي الـ definition او الـ backup definition فيها اكتر من job، بيقول لي you can't use the delete option to delete an individual job. دي معناها ان انا لو عندي job definition موجود فيها اكتر من job معينة، انا عايز اعدل الجوب دي، او عايز اعدل السكادول بتاع الجوب دي، ما ينفعش ان انا اجي على الجوب كلها عموما، يعني على الجوب ديفينيشن كلها وابدا اقول له عدل لي، لا عدل لي السكادول بتاعها، لا. فلازم ان انا اجي على الجوب دي نفسها وابدا اقول له ان انا هعدل في السكادول بتاع الجوب دي بعينها، بحيث ان هو ياخد لي الجوب دي بس. طيب دي كانت قصه بعض الحاجات اللي كان بيبدا يتكلم عنها في قصه الجوبس. طيب عندي بعد كده بيتكلم عن الجوب هيستوري. ايه قصه الجوب هيستوري بقى؟ ده المفروض ان الجوب هيستوري دي ده الجزء الثاني بقى من الجوب. احنا كنا طبعا اتكلمنا على كل الحاجات دي يعتبر في الجزء اللي فات. هنا بقى بيتكلم على الجزء الثاني ده اللي هو الجوب هيستوري. بيقول لي ان الجوب هيستوري دي المفروض بتعرض لي لسته فيها كل الجوبس اللي موجوده عندي، سواء كانت باك اب او ريستور او ستورج اوبريشن، والحاله بتاعتها من حيث انها كومبليتد او فيلد. دي اللي هي الجزء اللي تحت اهو، بيبدا يجيب لي كل الجوبس اللي اترنت على الباك اب اكزيك ده، ايه منها الصح وايه منها الغلط، وايه منها الباك اب، يعني بيديني ايه نوع كل جوب من الجوبس دي. انا عملت انستول، عملت باك اب، عملت ريستور، عملت كونفيجريشن على ستورج معينه، ايه منها اللي هو يعني بقى كومبليتد وسكسسفول، وايه الحاجات اللي هي فيلدز والحاجات دي كلها. فدي قصه الجوب مونيتور. بيقول لي عشان ان انا اقدر بقى ابدا اشوف الهيستوري اوف الجوب، هاجي هنا المفروض ان انا عندي من الجزء اللي هو بتاع الجوب مونيتور بقدر اشوف الجزء ده اللي هو قصه الجوب هيستوري. وعشان اشوف اي جوب من دي اقدر اشوف الهيستوري بتاعتها، بقول له براي كليك عليها واقول له فيو الجوب هيستوري، بيبدا يجيب لي الهيستوري بتاعه الجوب دي اترنت امتى، وايه الحاجات اللي عملتها، وترن كل الحاجات اترنت الساعه كام وفي الوقت المعين وهكذا. طيب عشان اقدر اديليت، بيقول لي تقدر ان انت تديليت جوب من الجوب هيستوري دي. دي معناها ايه؟ المفروض ان هو قصه الديليت ده عباره عن يعني
انا مش بديليت الجوب نفسها، لكن انا بديليت الريكوردنج بتاعها، التخزين بتاعها، او المونيتورنج بتاعتها، او اللوجز بتاعتها. فمعناها انه بيقول لي انه لما انا الباك اب اكزيت اوتوماتيكلي ديليت ذا جوب هيستوري يوزنج الداتابيز مينتيننس. يعني الباك اب اكزيت لما بيعمل قصه المينتيننس بتاعت الداتابيز بيبدا يديليت كل الحاجات الموجوده عنده في الهيستوري دي. طيب بيقول لي ان انا عشان اديليت جوب معين رايت كليك على الجوب دي واقدر اقول له ديليت. بيقول لي ار يو شور يو وونت تو ديليت جوب هيستوري، تقول له سويت ذا جوب لوك. ماشي، هنا ان انا هقدر اديليت جوب معينه او هيستوري معينه. بقى هنا مش بديليت الجوب، هنا انا بديليت الهيستوري بتاعها، الحاجه اللي تمت عليها او اللوك بتاعها. بعد كده بيقول لي لو انا عايز اديليت جوب او ارن جوب معينه من الهيستوري دي برضو، اهو لو جينا نشوف الحاجات اللي عندنا هلاقي عندي اول حاجه اللي هي ديليت، ان انا اقدر اديليت جوب معينه بديليت الهيستوري بتاعها او بديليت اللي هو نقدر نقول عليه مثلا اللوجنج بتاعها. طيب بيبدا يقول لي ان انا ممكن ارن جوب معينه، ان انا هاجي على الجوب دي وابدا اقول له رن ناو، انا عايز ارن الجوب دي. بيبدا يقول لي طيب انا هبدا ارن لك الجوب دي، ويبدا يشتغل عليها عادي جدا. يبدا يرن الجوب دي وشغاله وعادي جدا. طيب عندي اقدر اشوف الجوب لوج. الجوب لوج دي بيبقى فيها كل الديتيلز بتاعه الجوب دي، وبرده الجوب دي اسمها ايه، معموله على السيرفر كام، الجوب اهي اسمها، اللوج بتاعها، الفايل ده متخزن فين، الديفايس متخزن على ايه. دي الجوب انفورميشن. عندي بعد كده التست ران. لو انا عملت تيست ران للجوب دي، ايه الديتيلز بتاعتها، وايه الكريدنشال اللي هو هيشتغل بيها، والستاتس بتاعتها كانت ايه، وهتترن على ميديا اسمها ايه، واخده مساحه قد ايه، وهكذا. يبقى دي قصه الجوب. الجوب لوج ده طبعا حاجه في منتهى الاهميه، يعني بيبقى استخدامها اكتر في حاله ان احنا لو حصل عندنا فيلير في حاجه معينه، نبدا نرجع للجوب دي ونشوف ايه اللي تم عليها، او يعني لللوج ده ونشوف ايه اللي حصل فيه. مثلا لو انا جيت في يوم لقيت الجوب ده ما ترنش، ممكن ارجع لللوج ده اشوف ايه السبب ان الحاجه دي ما رنتش. عندي بعد كده حاجه بيقول لي الجوب كومبليشن ستيتس، دي معناها انه اخر مره حصل فيها الجوب ديت ترنت امتى، خلصت امتى، وكانت حالتها لما خلصت ايه دي. وطبعا بيبدا يقول لي ان انا اقدر اجي اعمل سيف لللوج ده، بيبدا يسيفه لي في اتش تي ام ال فايل، وابدا اسيفه في اي مكان، مثلا سي على الديسك توب اهوت، ممكن اسيف الفايل ده اهو بقى عندي اتش تي ام ال فايل عادي جدا، اقدر اشوفه وافتحه باي براوزر، هيفتح معايا وهيديني نفس الديتيلز اللي انا كنت بشوفها من الجوب لوج نفسه. برضه ان انا اقدر اجي اعمل برنت للجوب دي، للجوب لوج ده، ادي سيف از، ان انا بسيفها از فايل هنا زي ما عملنا كده اهوت، بتظهر بنفس الاستراكشر بتاعها، بنفس كل حاجه اهوت، الجوب انفورميشن، التست ران، الجوب كومبليشن. وان انا اقدر اعمل لها برنت، لو انا عندي برنتر معين عايز برنت عليها الفايل ده، ببدا اقول له برنت، وابدا الاقي الحاجه اللي انا عملتها دي. عندي في حاجه اسمها فايند. فايند دي معناها ان انا لو عايز ابحث عن كلمه معينه جوه اللوج ده، يعني في كلمه معينه مثلا عايز اتاكد انها موجوده او مش موجوده او الحاجات دي كلها، فاقدر ان انا اشوفها منها. طيب في عندي بيقول لي حاجه اسمها، طبعا هنقفل ده خلاص. في حاجه بيبدا يقول لي حاجه اسمها الكونفيجريشن ديفولت جوب لوج اوبشن. دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي الباك اب اكزيت عامل شويه ديفولت اوبشن كده عاملها ليه، بحيث ان هو اهو هنا بيقول لي ديت، لو خدتوا بالكم كده الجوب دي كيود. كيود دي معناها انها واقفه في الكيو، لانه انا كنت برنها على سيرفر، السيرفر ده مش موجود دلوقتي، فمعناها انها بتقول لي ان انا مستنيه وقت ما اكون افيلابل ان انا اقدر اشتغل. هتشتغل في الوقت اللي هو يكون السيرفر فيه قايم يعني. طيب هنرجع بقى لقصه الديفولت جوب لوجز اوبشن دي. بيقول لي ان انا عندي
شويه حاجات اوبشنز كده معينه معموله للوجز دي الباك اب اكزيك عاملها يعني. المفروض ان انا ممكن اغير في الاوبشنز دي او ايه هي الاوبشنز دي اصلا. قال لي ان انا هنا عندي الزرار طبعا المهم بتاعنا اللي هو الباك اب اكزيك باتوم، عندي من حاجه اسمها الكونفيجريشن اند السيتنج، هاجي عند حاجه اسمها الباك اب اكزيك سيتنج. لو جيت فتحتها كده هيبدا يديني السيتنجز العامه بتاعه الباك اب اكزيك. هلاقي عندي من ضمن الحاجات حاجه اسمها الجوب لوجز. الجوب لوجز دي بيبدا يديني ايه بقى الاوبشنز بتاعتها. بيقول لي انفورميشن تو انكلود، الانفورميشن اللي هتبقى موجوده في اللوج سامري انفورميشن اونلي، معلومات بس يعني ملخصه كده عن الحاجه دي، ولا الجوب انفورميشن اند دايركتوري بروسيس، ولا جوب انفورميشن والدايركتوري والفايلز، ولا جوب الجوب انفورميشن والدايركتوريز والفايل والديتيلز بتاع الفايلز كمان. هنا البريفكس بتاعها اللي هو الاسم بتاعها بيقول لي الاسم بتاعها هيبقى في يعني بيحط فيه ديفولت كده اسم السيرفر، انا ممكن احط فيه اي حاجه ثانيه. ايميل الجوب لوج اتاش، بيقول لي اتاش الجوب لوج از اتش تي ام ال او از تكست، معناها ان انا هنا اهو ان انا ممكن اغير في الـ في الـ في السيتنجز دي واغليها مثلا بدل ما كان بيطلعها لي على اتش تي ام ال لا هقول له طلعها لي على تكست. لو جينا مثلا شفنا اهو انا مثلا خليتها دلوقتي بقت تكست، لو جيت ان انا اشوف ال الجوب لوج دي ولو جيت اقول له سيف هيبدا يسيفها لي اهو، هيديني هنا الاوبشن ان انا اسيفها از تكست. ممكن انا احطها على برضو على الديسكتوب هتبقى عندي از اتكست عادي، اقدر ان انا برضو اقراه اهو اهو. يعني هي طبعا ال HTML بيبقى شكله يعني منظم شويه بس طبعا عادي برضو بنفس الطريقه، جاب لي نفس الديتيلز اللي كانت موجوده في ال HTML فايل يعني. طيب دي كده شفنا الاوبشنز دي بتاعت الديفولت جوبس رولز او يعني الجوب لوج ديفولت اوبشنز. عندي بعد كده بيبدا يتكلم عن حاجه مهمه جدا وهي قصه الايرور هاندلنج رول فور فيلد اور كانسل جوب. بيقول لي ان المفروض ان انا قصه الايرور هاندلنج بقى معناها ايه؟ معناها ان انا بيقول لي لو حصل عندي دروب في او ايرور معين في جوب معينه انا كنت برنها او كانت بترن في سكادول معين، الجوب دي حصل لها فيلد او كانسليشن. طيب الجوب دي انا هبدا اتعامل معاها ازاي؟ قال لي ان انا اقدر اعمل ديفولت رول او ان انا اكاري كاستم رول بحيث ان انا اقدر اعمل ريتراي اوبشن او يعني اوبشن كده يعمل لي ريتراي اعاده للجوبس اللي بيحصل فيها كانسليشن او الجوبس اللي هي بتبقى فيها فيل. الريتراي اوبشن ده المفروض ان هو بيسمح لي ان انا اقدر احدد امتى ازاي انا اقدر اعمل ريتراي للجوب دي لو حصل فيها فيلد معين، وايه الوقت اللي ما بيبقى ما بين عمليه الريتراي والريتراي الثانيه وهكذا. طيب بيقول لي اتش ديفولت ايرور هاندلنج رول ابلاي تو وان كاتيجوري اوف ايرور such as network error or security error. معناها ان انا ببدا اكريت لكل رول لكل كاتيجوري من الايرورز رول خاصه بيها. الرول دي بتعتمد على التصنيفه بتاعه الايرور ده، الايرور ده سواء كان سكيورتي ايرور او نتورك ايرور. بيقول لي الديفولت ايرور هاندلنج رول ار ديسيبلد باي ديفولت. يعني انا عندي هنا الباك اب اكزيك المفروض ان هو بيكاريت ديفولت رول، الرول دي بتبقى معمول لها ديسيبلد باي ديفولت عشان ان انا اقدر اشغلها، المفروض ان انا ابدا اديت الرول دي واقدر اعمل لها انيبلنج. طيب عشان بيقول لي ان انا ابدا اطبق قصه الايرور هاندلنج رول دي على ايرور كود معين، المفروض ان انا بكريت كاستم ايرور رول ايرور هاندلنج رول. الرول دي ببدا انا كريت واحده بفصلها بحيث انها تبدا تتعامل مع الايرور اللي بيحصل. طيب بيقول لي في برضه كاستم رول اسمها الريكفرد جوب. الريكفرد جوب دي معناها ايه؟ معناها ان هو مكريتها باي ديفولت،
when the backup exec is installed and it's enabled by default. This rule applied retry option and the final job disposition to jobs that failed and that are not scheduled to run again. معناها ان هو الباك اب اكزيك هو بيتسطب بيكاريت الرول دي معاه بحيث ان هي تعمل ريتراي للحاجات اللي هي حصل فيها مشكله ويبدا ان هو يتعامل معها او يكررها تاني. طيب بيقول لي عندي ملحوظه معينه، بيقول لي انه لو انا عندي الكاستم ايرور هاندلنج رول اند الديفولت ايرور هاندلنج رول ابلايد تو ا فيلد جوب the setting in the custom rule are applied to the job. الحاجات اللي هي موجوده في الكاستم هي اللي بتترن. طيب دي كانت مقدمه كده عن قصه الهاندنج الايرور هاندنج رولز. هنا احنا طبعا اهو الكونفيجريشن اند سيتنج بلاقي عندي حاجه اسمها ايرور هاندنج رولز، بيبدا يقول لي ان انا عندي كل دي رولز اهي، كل الرولز دي غالبيتها معمول لها الانيبلنج بتاعها نو. الا بعض الرولز اللي هو عاملها برضو، عندي حاجه اسمها التشيك بوينت ريستارت، والتشيك بوينت ريستارت دي كنا برضو عدينا عليها مره قبل كده، وان هو لو انا عندي حصل ايرور في جوب معينه وهي بتتران المفروض يرجع يعملها بعد قد ايه. ادي الثانيه هي اللي هي الريكفرد جوب، ان هو بيبدا يجيب لي كده مجموعه من الايرور كودز المفروض ان هو بيعمل ريتراي للجوب دي، واحنا هنشوف الحاجات دي طبعا لسه بالتفصيل بعد كده. طيب طيب بيقول لي عشان ان انا ابدا كاريت رول انا اعملها كاستم رول بقى عشان ابدا اشتغل عليها، قال لي المفروض ان انا عشان اكاريت الرول دي باجي هنا في الكونفيجريشن برضو اند سيتنج، هلاقي عندي حاجة اسمها برضو في الايرور هاندلنج رول، هاجي هبدأ اقول له نيو، يبدأ يقول لي انا الرول دي هعملها انيبلنج ولا هكريتها بس دلوقتي. هبدأ احدد هنا ان انا هعملها انيبلنج معناها ان انا هرنها وهتبقى شغالة، الرول هسميها ايه، الفاينل جوب ستيتس في حالة الفشل. طبعا هي الرول دي المفروض معمولة انها عشان لو حصل ايرور في حاجة معينة، لكن انا عندي الجوبس اللي شغالة عادي ما فيهاش مشكلة. هنا بقى بيجيب لي الكاتيجوري، بقى هنا الكاتيجوري دي انا هبدا عندي كذا كاتيجوري، عندي باك اب ديفايس لو الايرور ده خاص بالباك اب ديفايس، لو خاص بالباك اب ميديا، لو خاص بالجوب، لو خاص بالنتورك، بحاجات تانية غير كده، بالريسورسز، بالسكيورتي، بالسيرفرز، بالسيستم وهكذا. ببدا على حسب كل كاتيجوري من اللي عندي وببدا اختار ايه هو الجوب اللي هيحصل، بقى ايه هو الايرور اللي هيحصل، وابدا اختار الايرور من الايرورز اللي عندي دي كلها. طبعا بيبقى فيها عدد ضخم من الايرورز. نيجي بعد كده حاجه اسمها الريتراي اوبشن. الريتراي اوبشن دي معناها ان هو هيبدا يعمل لي هيكررها لي الماكسيمم ريتراي، هيكررها كذا مره، كام مره، ودي الريتراي انترفال هيكررها كل قد ايه، يعني هيكرر الجوب دي كذا مره او الرول دي هيرمها كذا مره، والوقت ما بين الجوب والجوب الثانيه هيبقى قد ايه. طيب الحاجه اللي بعد كده الفاينل جوب ديسبوزيشن، معناها ان هو لو ما وصلش الحاجه بقى هيبدا يبليس الجوب دي في الهولد until الايرور كونديشن هاز بين مانوال كلير، يعني هيفضل حاططها كده هولد ولا هيعملها ريسكادول فور النكست سكادول سيرفيس، ان هو هيبدا يرنها مع السيرفيس اللي بعد كده او في السكادول بتاعها الطبيعي بعد كده. دي كانت ازاي ان انا ببدا اكريت ايرور هاندلنج رول اقدر ان انا اتعامل معاها او اشتغل معاها. هنا بيبدا يقول لي ان الرولز دي ان انا ممكن ان انا اقدر برضه اتعامل معاها، ان انا اقدر اديليت الرول دي. طبعا انا عندي كل الرولز الموجوده عندي حاليا هي طبعا كلها حاجات ديفولت هو اللي منزلها، فما بقدرش ان انا اعمل لها ديليتنج الا في حالات معينه يعني. لكن انا بقى كده بيقول لي ان انا ممكن الرول دي اقدر اديت فيها، اقدر اعدل فيها الرول مثلا زي كده، اقدر اديت فيها واغير فيها الحاجات الاوبشنز بتاعتها كلها، اعمل لها انيبلنج او ديسابلنج وهكذا. اقدر ان انا برضو اديت الكاستم رول دي، انا عندي هو قال لي ان الرول اللي انا بقدر اديتها هي الكاستم رول،
لكن الديفولت رولز انا ما بقدرش ادلت. يعني انا عندي الرول اللي هي الريكفرد جوب دي عندي دي كاستم، فقال لي ان انا ممكن ان انا اعمل لها ديليت فهو. لكن الحاجات اللي هي ديفولت بلاقي الديليت فيها ديمت، اي ان انا ما بقدرش ان انا اديليت الرول دي. نتكلم على الانيبلنج والديسابلنج وال ايه الحاجات اللي انا بقدر اعملها على الجوب دي. عندي بيقول لي الكاستم رول ايرور هاندلنج رول فور ريكفرد جوب، دي اللي بيبدا يتكلم عنها شويه بقى لان دي كاستم رول هو برضو عاملها. بيبدا يتكلم عنها شويه انه ال اهي بيقول لي الباك اب اكسك انكلود ا كاستم ايرور هاندلنج رول كولد ريكفرد جوب تو ريكفر ذا جوب ذات فيلد ويز سبيسيفيك ايرور، اللي هي حصل لها فيلد في ايرورز معينه. This rule is created when the backup exec is installed and is enabled by default. ان المفروض بيقول لي ان الرول دي المفروض انها اتكريتد مع الباك اب اكزيك وهو بيتسطب. والرول دي طبعا عادي ان انا معمول لها انيبلنج برضو يعني معمول لها الانيبلنج ده نازل مع السيت اب. بيقول لي الريتراي اوبشن فور ذيس رول ار تو ريتراي ذا جوب توايز، معناها ان هو هيكررها مرتين اهو، انه عامل لها انترفال انها او يعني اوكرنس انها تتكرر مرتين، وانها تتكرر كل 5 دقائق. يعني الجوب هتترن مرتين وهتترن كل 5 دقايق. الحاجه اللي هنا بقى اللي هو الايرور اللي هو معلم عليه اللي هو الايرور اللي هو رقم اي 3081 دي 9 ديت، بيقول لي ده معناه الديسكربشن بتاعه ان هو الباك اب اكزيك جوب انجن سيستم سيرفيس از نوت ريسبوندنج، معناها لو انا عندي ايرور في السيرفيس بتاعه الباك اب اكزيك انجن ده الايرور اللي بيطلع، وبالتالي لو الايرور ده طلع هتكرر لي الاوبشن اللي هتكرر لي الجوب دي مرتين ما بين كل مره ومره 5 دقائق. وبرده بعد كده هيحط الجوب دي ان هو هيحطها في الهولدنج. طبعا في مجموعه كبيره جدا من الايرور كودز اللي هو يعني حاططها هنا جواه عشان يقدر يتعامل معاها، بحيث انه لو ظهر اي كود او اي ايرور معين، طبعا الاكواد دي هتظهر لنا في اللوج بتاع الجوب. يعني انا لو عندي جوب حصل فيها مشكله هبدا يطلع لي كود زي ده. الكود ده معناها ان هو الحاجه اللي هي هتبقى هنا دي، الكود ده لو ظهر عندي ان الجوب دي فيلد وايل بينج ديسباتش ذا جوب ويل بي ريكفرد، الجوب دي هيتعمل لها ريكفر تاني. دي برضو جوب ريموت جوب هاز بين ريكفرد، اللوكال جوب هاز بين ريكفرد، هكذا. يبقى دي طبعا بيبقى كل الجوبس اللي هي او كل الايرورز اللي هي بتبقى ظاهره عنده عشان يبدا يتعامل معاها، او ان انا لما الايرور ده يظهر هو باي ديفولت هيبدا يتعامل مع الايرور ده. طيب بيجي بعد كده يتكلم عن حاجه اسمها الجوب ستيتس ان ذا باك اب اكزيك. عندي حالات الجوبس اللي بتظهر عندي في الباك اب اكزيك، قال لي المفروض انها بتطلع عندي حالات كتير جدا. من ضمن الحالات دي الرننج، معناها ان الجوب دي بترن في الوقت المعين او بترن دلوقتي. طيب الحاله اللي بعد كده عندي الكيود، انا كان عندي اهي لما كان ظاهر عندي هنا الكيود لما انا قلت له رن وما كانش يلاقي السيرفر اللي هو ياخد منه، فقال لي انها كيود معناها ان هي منتظره الميديا. كانسل بيندنج اهي هنا كيود اهي معناها انها منتظره ان السيرفر ده يقوم. كانسل بيندنج اللي هي لما انا بعمل كانسليشن لجوب معينه فبيبدا، احنا قلنا الكانسليشن دي طبعا لانها بتمر بعده مراحل فبيبدا ياخد يعمل لها بيندنج لعمليه الكانسليشن دي، بحيث ان هو يعني ياخد وقته بحيث ان هو يرن الجوب ديت وهي سليمه. بعد كده عندي لودنج الميديا، ده انا عندي هنا اهي هنا الجوب ستيتس ده هو العمود ده اللي بيظهر فيه كل الحالات بتاعه الجوبس دي. هنا طبعا لو هو منتظر ميديا بتتحمل. عندي بعد كده البري بروسيسنج، دي البري بروسيسنج اللي احنا كنا اللي هو البري كوماند اللي هو لما بيبقى كان بيبقى عندنا كوماند معين برانه قبل او بعد
البروسيس دي او بعد الجوب دي، فبيبدا يقول لي ان هو في الحاله دي لسه بيرن الكوماند. سناب شوت بروسيسنج، احنا قلنا السناب شوت دي كنا بنقولها لما كنا بنتكلم عن قصه الاوبن فايل. لو انا عندي فايل مفتوح بيبدا ياخد سكرين شوت او سناب شوت منه في وقت معين. الديفايس بوز، لو انا عندي حصل بوزنج للستورج معينه من الستورج الموجوده عندي دي، لو انا مثلا جيت على حاجه زي كده قلت له بوز، بوز دي معناها ان انا بوقفها مؤقتا، وبالتالي بيقول لي لا لسه الستورج اللي انا هبدا ارمي عليها دي معمول لها بوزنج. طيب بعد كده بوز للسيرفر، لو انا عندي السيرفر نفسه انا عامل الباك اب اكزيت نفسه بوزنج، مش مشغل الباك اب اكزيت مؤقتا، فبيبدا برضو يقول لي ان انا عندي دي الستيتس برضو بتظهر معايا. عندي بعد كده ستيلد، ستيلد معناها ان في مشكله في سيرفيس معينه، يعني انا في عندي جوب بتترن في وقت معين، الجوب دي يقول لي انها ستيل، معناها ان في سيرفيس معينه في الباك اب اكزيت فيها مشكله. في برضو عندي حاجه اسمها النو كونكشن، وحاجه اسمها الكونسستنسي تشيك، وحاجه في جوب ستيتس كتيره. طيب في برضو عندي حالات من الجوب ستيتس اللي هي حالات الكومبليتد جوب ستيتس، معناها ان هي جوب مكتمله. ايه الستيتس بتاعتها؟ ان انا بلاقي عندي حاجه اسمها سكسسفول، معناها انها تمت بنجاح. عندي حاجه ثانيه انه ممكن يقول لي الفيلد، انها تمت بس حصل فيها ايرور. عندي حاجة تانية اسمها ريكفرد، معناها انه الجوب دي حصل فيها ايرور ولكن تم تغطية الايرور ده، انه انا مثلا كنت برمها في وقت معين السيرفر ما كانش شغال، لكن بعد كده لما السيرفر قام اشتغلت فحصل لها ريكفر. عندي طبعا يعني حالات كتير قوي، طبعا هي بتبدأ الحالات دي تظهر بعد كده في وقت الشغل. يعني برضو عندي في الاسكادول جوب بيقول لي برضو عندي حالات بتظهر منها، عندي حاجه اسمها الانفاليد سكادول، معناها ان انا لو انا محدد سكادول معين والسكادول ده مش فاليد عندي فبيبدا يقول لي انفاليد سكادول. نوت ان ذا تايم ويندو، دي معناها انه انا حطيت جوب معينه في وقت معين بس انا الوقت ده اتقفل او خلص عندي، فبيبدا يقول لي انه اوت اوف ويندو. اون هولدنج معناها انها في وضع الانتظار، لو انا عامل هولدنج لجوب بتبقى في وضع الانتظار. الكيود، الكيود اللي هي اللي احنا قلنا عليها، لو انا عندي ايرور في حاجه معينه او عطل في حاجه معينه فبيبدا يقول لي ان دي كيود او مستنيه دورها انها تترن في الوقت المعين. دي طبعا يعني بعض الحالات اللي كانت بيبقى عليها الجوب دي. عندي اخر حاجه بقى بدي اتكلم عنها، حاجه اسمها السيتنج جوب ستيتس اند ريكفري اوبشن. بيقول لي لو انا عندي الباك اب اكزيت سيرفر حصل فيها ان ريسبونسيف اور جوب نو لونجر ران، يو كان سي ذا ثري شوت ات ذا ويتش باك اب اكزيت تشينج ذا ستيتس اوف ذا اكتيف جوب تو ستيلد. معناها ان انا بيقول لي ان انا لو انا يعني حصل عندي نوت ريسبوندنج في سيرفيس معينه، السيرفيس دي خاصه بالباك اب اكزيت نفسه سيرفر، حصل مشكله في السيرفيس دي، ممكن ان انا اعمل يعني اغير الحاله بتاعه الباك اب اكزيت بحيث ان هو يبدا ياكتيف لي الجوب دي في وقت معين ويبدا ان هو يتعامل معاها. احنا لو جينا هنا عندي في الكونفيجريشن اند السيتنجز برضو هلاقي عندي حاجه اسمها في عندي حاجه اسمها، احنا قلنا في الكونفيجريشن اند سيتنج، باجي عندي حاجه هنا في الباك اب اكزيت مش سيرفيس، عندي في الباك اب اكزيت سيتنج بلاقي عندي في الجزء اللي في الشمال عندي حاجه اسمها جوب ستيتس اند ريكفري. دي معناها ايه؟ معناها بيقول لي ان اف ذا باك اب اكزيت سيرفيس بيكام ان ريسبونسيف، يعني حصل فيها مشكله تايم بيفور جوب ستيتس بيكام، اعملها لي ستيلد بعد 5 دقائق ويعمل لها ريكفرد بعد 15 دقيقة. معناها ان هو بيبدأ الجوب دي يبدأ يحطها في حالتها الطبيعية تاني. الستيلد دي معناها ان هو الوقت اللي هيبدأ يستناه قبل ما الباك اب اكزيت يتشينج من ان انريسبونسيف جوب ستيتس تو ستيلد، معناها ان هو هيبدا ياخد 5 دقائق عشان يغير الحاله دي. ريكفرد الوقت اللي هينتظره الباك اب اكزيت
failed job that still and then recover item. يعني هيقعد هيستنى حوالي 15 دقيقة عشان يبدأ يرنها تاني أو يعملها تاني. طبعا أنا بقدر أغير السيتنج دي، طبعا دي السيتنجز العامة بتاعت الباك اب اكزيك، وببدأ أقول له أوكي فيبدأ ياخد الأوبشنز الجديدة اللي أنا حددتها. يعني كده خلاص تقريبا قصة الجوب مونيتورنج والجوب مانجمنت تقريبا اتغطت. هي طبعا ما بيبقاش فيها، يعني الحاجات دي دايما بتبقى بتظهر أكتر في الشغل العملي بقى، أو يعني الشغل اللي هو اليوم يعني اللي بيظهر معانا. يبقى كده ان شاء الله تمام، ونبدأ نشوف بعد كده بقية المحاضرات بإذن الله. شكرا.